أيضا تقول إنني قرأت شيئا عن سورة الملك وعن فضل قراءتها وأنا أداوم عليها يوميا في صلاة العشاء فهل هذا العمل مشروع؟ ورد في سورة الملك فضائل ذكرها الحافظ بن كثير وغيره، ولا شك أنها سورة عظيمة وفيها فضل عظيم، وكل القرآن عظيم وكله فيه فضل وأجر، ولكن بعضه يتفاضل. ومن ذلك سورة الملك فيها فضائل كما جاء في الأحاديث، وأما التزامها في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة فهذا ليس له دليل، ولكن المسلم يقرأها من غير التزام صلاة، يقرأها في الصلاة، يقرأها في خارج الصلاة من غير التزام ومن غير ترتيب في وقت معين أو في حالة معينة، وإنما يقرأها حسب ما تيسر له ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.